وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الديار المقدسة فضيلة الشيخ عدنان القطان، رئيس بعثة مملكة البحرين للحج. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله، حياكم فضيلة الله. الشيخ عدنان، يعني هل لكم أن تطلعونا على أوضاع الحجاج البحرينيين الصحية وبصفة عامة وأدائهم للركن الأعظم بالوقوف في عرفة في هذا اليوم؟ نعم، طبعا بداية أشكر وزارة شؤون الإعلام وزيرا ومسؤولين وتلفزيون البحرين على اهتمامهم بتغطية أخبار حجاج البحرين، واسمحوا لي بداية مناسبة عيد الأضحى المبارك أن أرفع باسمي وباسم أعضاء بعثة مملكة البحرين للحج وباسم جميع الحجاج من هذه الرحاب الطاهرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ممثلة في جلالة الملك حفظه الله وسمو رئيس الوزراء وولي العهد حفظهم الله. سائل الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه المناسبات أعواما عديدة وأزمنة مديدة بالأمن والإيمان والتوفيق لما يحب ويرضى. نعم، حقيقة أحب أن أطمئن الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات بأن حجاج مملكة البحرين من المواطنين والمقيمين بخير وبصحة طيبة ولله الحمد، وذلك بحسب المتابعة والتقارير اليومية التي ترد إلينا من اللجان المختلفة في البعثة. واليوم بحمد الله وقف الحجاج بعرفات واستقروا في خيامهم المخصصة لهم، وتم إعداد مخيم البعثة والذي يضم عيادة طبية لعلاج من يحتاج للعلاج ومجلس أيضا لاستقبال الحجاج. والبعثة حقيقة يعني تحرص على متابعة أداء الحملات والاطمئنان على تقديم الخدمات اللازمة من خلال فرق العمل واللجان الإدارية والطبية والأمنية والكشفية والتفتيش الصحي. حقيقة لكل هؤلاء أقدم الشكر والتقدير، كل هذا من أجل يعني تقديم أفضل الخدمات لحجاجنا بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في اتخاذ كل ما من شأنه تحقيق راحة الحجاج وتذليل العقبات والصعاب أمامهم والحفاظ على سلامتهم وصحتهم. نعم. فضيلة الشيخ، كيف لمستم خطط تفويج الحجاج والترتيبات التي تم اتخاذها لحج هذا العام؟ نعم، أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن أتم علينا حج بيته الحرام إن شاء الله هذا اليوم، هو الركن الأعظم في عرفات. حقيقة نجد جهود كبيرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويعني يسرني أن أشيد وأشكر ما يقدم من جهود جبارة وتسهيلات ومشاريع تطويرية في مكة والمدينة والمشاعر خدمة وتيسيرا لحجاج بيت الله الحرام وحفظا لأمنهم وأمانهم وسلامتهم. فقد سخرت المملكة السعودية كل إمكانياتها من أجل إنجاح هذا الحج والحفاظ على سلامة وأمن الحجيج. أسأل الله عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وملكا وحكومة وشعبا، وأن يحفظ جميع الحجاج وأن يحفظهم من كيد الكائدين وشر كل من أراد بهم شرا. نعم، من الديار المقدسة فضيلة الشيخ عدنان القطان، رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، شكرا جزيلا لك.